Okay, we are live, so we'll just wait a few seconds for everybody to join us. Besma, as always, thank you. It's always a pleasure to have you on our show. Everybody asks for you. Every time I'm on Facebook Live, where is Besma? When sits Besma? Where is Miss Besma? I'm like, okay. Seriously? yeah. You have your following is also here, so which is much deserved. You do a great job. So. Thank you. Okay. Okay, we are live, so we'll just wait a few seconds for everybody. Okay. All right. So, as you all know, it's 6:30 on Thursday at Mubarak Law Offices in downtown Orlando. And we are joined with Ms. Besma Alawee from Jacksonville, Florida, with the Florida Immigrant Coalition. And we thank you all for your patience as we rescheduled last week to this week. But you know, just like 2020 and 2021, things come up and we just adapt and we're still gonna be just fine. Besma, how are you? Kifak. Good, shukran jazilan, Ustad Mubarak. And كانت غلطتي بصراحة. أنا كنت متوقعة فما قدرت أكون موجودة الأسبوع الماضي. بس الحمد لله وشكر قدرنا نرجع اليوم ونشارك كل الاستفسارات اللي وصلتنا ونشارك كمان الأبديت الجديدة عن كل أشياء الهجرة مع المحامي مبارك. طب شكرا لك ومسيكم بالخير. أنا محامي نايف مبارك بأورلاندو فلوريدا. وهلا راح نحكي بكل الاخبار واشياء جداد بالقانون او راح ممكن تصير قانون بالمستقبل. في كثير اشياء لسه يعني ما صارت قانونيه يعني. سو بدي افهمكم الليله ان شاء الله شو الفرق, شو اللي صارت جديد قانون او ممكن تصير بالمستقبل. سو اجينا كثير اسئله منكم, سو شكرا لكم وان شاء الله هلا بنبدي. And Besma, what first question تحب تبلشي فينا؟ Which one do you want to tonight? شكرا. طبعا وصلتنا اسئله كثيره, وطبعا قسم من الاسئله اشعر انه هي متكرره, فاللي حابب يزور اليوتيوب تبع المحامي مبارك كل شهر احنا نعمل حلقه مثل هاي تقريبا نص ساعه, هو يجاوب على كل استفساراتكم شهريا. فاللي يحب يروح يرجع يشوفها كل شهر نص ساعة, غطينا كثير أمور. مرات أحس الأسئلة متكررة, بس رغم هذه إحنا حنغطيها. طبعاً الأسئلة جتي عن الأسايلم سيكرز, جتي على هجرة الزواج, وجتي كمان على الفيزا السياحية وأنواع أخرى من الفيزا. لكن أول شيء أنا حابة أبدي فيه, صارت في تغييرات كثير في الهجرة, حابة أنه تشرح لنا إياها بصورة تفصيلية أكثر, لأنه بصراحة بوقت قصير صارت تغييرات كثيرة وحابين الناس تفهمها. أكيد. So حتى بنبدي بالامتحانات والجنسية, عشان في كثير ناس مقدمين على طلب الجنسية وهلا مغيرين الامتحان وهلا بدهم يرجعوا على الامتحان الأصلية. So حتى نشرح لكم شو راح تصير بهالتغيير. إذا قدمتوا الطلب الجنسية ب 12/1/2020 كان لازم تاخذوا الامتحان الجديدة من سيد ترامب. بس هلا بايدن عمل اكزيكتيف اوردر وميمو من يو اس سي اي اس رايحين يرجعوها على الامتحان الأصلية ومن القديمة, يعني عشان هي اسهل وبالنسبة لهم الامتحان الجديدة مش عاجبهم. بس إذا بلشتوا تكروا أو تدرسوا الامتحان الجديدة عنكم يعني حقكم تطلبوا الامتحان اللي بدكم إياه. سو يوم تسألوا المقابلة أو الموعد عن مكتب الهجرة راح يسألوكم طب أنتوا قدمتوا من وقت 12/1 أو 1 مارش, عنكم حق تطلبوا الامتحان اللي بدكم إياه. So إذا بتسألوا الموعد فيكم تطلبوا من الأوفيسر أنا حابب الامتحان الجديدة أو القديمة مثلاً. So لازم تخذوا هالقرار من هلأ عشان تدرسوا الامتحان الصح وعشان تكونوا جاهزين للموعد والامتحان إن شاء الله وتنجحوا أول مرة. أوكي.
سو يعني بس حابة حتى أكون متأكدة من الجواب، من 1/12، من 1 شهر 12 إلى حد شهر 3، أي واحد قدم أو عنده امتحان عنده خيار يا أما يمتحن الامتحان القديم أو الامتحان الجديد، صح؟ نعم أي واحد حيقدم بعدها حيرجع كلها على الامتحان القديم، صح؟ مزبوط. اها أوكي. أوكي. اوكي سو هاي هي اللي بتغيرت فيه كثير ناس كانوا يعني مفكرينها تغيير او something big change، بس هي بسيطه يعني وراح تساعدكم اذا تحبوا تاخذوا الامتحان الجديده على كيفكم يعني. سو this is the only update. So بس اتأكدوا انتو تدرسوا الامتحان الصح. So اذا بتتقدموا بعد مارتش 1، بعد 1/3، لازم تدرسوا الامتحان القديمة. Okay? So don't make the mistake to study the wrong test. أو so هاي اللي صارت بالنسبة للcitizenship. Okay. So هل في صارت أي تغييرات جديدة للمجتمع المهاجرين اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة؟ أي تغييرات حديثة لازم الناس تعرف عنها؟ Yeah, أكيد. So أنت أكيد تعرف السيد بسمة رافعين الرقم الفيزاز اللي موجودين لبايدن like yeah, مثلا السنة اللي فات أو العام بس شو was like 10,000 10,000 أجوا لاجئين من برا البلد وبايدن رفعها لفوق 100,000 ذني لاجئين. So إن شاء الله للكل اللي كانوا يستنوا راح تتسرع شوية الأمور. وكمان هاي أول شغلة. في كمان جمعيات خاصة للاجئين اللي بيجوا من بلد من برا البلد وهم راحين يجاهم يعني مساعدة عشان يساعدوا اللاجئين الجداد على البلد ويعني نسرع النظام للاجئين. So هاي في كتير ناس منكم من برا البلد دائما تسألونا شو صاير مع اللاجئين، شو صاير مع الرفيجي، شو في جديد، إن سنين مستنوا. So إن شاء الله مع هالأخبار كل شيء راح تكون أسرع وإن شاء الله بنشوف يعني بنشوفكم عنا بأمريكا. بس كمان و the next thing يعني غير اللاجئين بدي أحكي بالنسبة للبريزيدنت بايدنز بيل. So في أشياء بالبريزيدنت بايدنز بيل كمان ممكن تسرع الأمور إذا صارت قانون. Okay. So بالبريزيدنت بايدن حط بالكونغرس الproposal يعني proposal معناها ما صارت قانونية لسه هي شو اسمه proposal راحين it negotiate إنها راح إذا راح تصير قانون ولا لا. So هلا بس هو حابب وناوي ومقدم لكونغرس كتير أشياء. أول شيء إذا أي واحد موجود بالبلد أمريكا من 1/2021 وقبل من هنا 2017 ل 2021 ممكن يطلع لكم status قانونية temporary status right or transitionary status. وبعد 5 سنين إذا تدفعوا ضرائب إذا ما عندكم تاريخ جريمة بتطلع لكم حق تقدموا على الجرين كارد على الريزيدنسي على الإقامة. أوكي وبعد 3 سنين مع الإقامة حقكم تقدموا على الجنسية. سو عشان هيك في كتير هيدلاينز بالأخبار 8 سنين للجنسية 8-year path to citizenship. بس إذا واحد بيكون عنده TPS مثلا مثل السوريين أو الهيتي مش ضروري تكون عندكم هال temporary status ل5 سنين، فيكم تنزلوا على الجرين كارد على طول وبعد 3 سنين تقدموا على الجنسية. سو ممكن إذا بتصير قانون راح تساعد يعني ملايين millions of people بالبلد. و يعني سو راح لازم كلنا نتصل في الكونغرس for representatives بس ما بتعرف ومعرفة يعني قديش شغل لازم نضل فوق يعني over their head to put pressure please we want this bill to pass we need immigration reform. So this is something really important لازم نشتغل فيها. صح بس حابة أتكلم على اللي قلته بالبداية إنه فعلاً عدد اللاجئين فعلاً هو تم القرار وتم الموافقة عليه فيعني القرار الآن في التطبيق لكن خلي الناس تحسب حساب إنه إحنا بعدنا بزمن الوباء أو الجائحة
تبع كورونا، فيعني يجوز تاخذ وقت هذا الموضوع. وبنفس الوقت مثل ما قال المحامي مبارك انه بدات المنظمات ترجع تكون فعاله اكثر، لانه هم حصلوا على احنا شلون نقول فاندنج معينه حتى يبدون يرجعون يصيرون اكثر اكتف حتى يستقبلون لاجئين اكثر. والشغله الثانيه اللي حابه اعلق عليها مثل ما قال المحامي مبارك، اكثر الاشياء اللي قدمها بايدن هي مقترحات، فهي ما حتصير قانون اذا مو احنا كلنا هناك جاليه مهاجره او جاليه عربيه نتحد ونتصل بالكونغرس حتى نحول هذه المقترحات الى فعلا قوانين. شكرا جسمة. وهي الـ temporary status هلا طلعت على على البيل الـ proposal، بسموها legal prospective immigrant LPI بدال LPR، راح تكون LPI. بالـ LPI status لازم تكون معاكم بخمس سنين وبعدها تقدموا على الـ residency الـ LPR status. So وغير الـ bill هاي there's أكثر أشياء راح تساعدكم، اللي ناس برا البلد راحين حابين يسرعوا اللم شمل للأخوة للأطفال فوق 21 سنة عشان الباكلوج بسموها، يعني ناس استنوا 10 سنين أو 15 سنة. بهالبروبوزل في بايدنز بيل حطت يعني بدهم يزيدوا فيزاز عشان يسرعوا الناس اللي بستنين برا عشان الفاميليز to come together. So هاي شيء كتير like مهمة وراح تساعد ناس كتير إذا بتصارت كانون. So أنا بالنسبة لي راح تكون يعني one piece at a time ممكن تمرك. أول شيء راح نشوف شغلة للداكا، وبالأسف ما حكيت بالنسبة للداكا so داكا مثل TPS. إذا عندكم داكا تروحوا دغري على الجرين كارد إذا هالقانون الجديد بتصير passed by Congress. So this is really a very important update in the bill. وبدهم يطلعوا على employment-based visa categories as well، يعني عشان يشوفوا كيف فينا نساعد الإيكونومي عنا نجيب ناس من برا يستثمروا بالبلد. So this is يعني زي ما حكيت this bill كتير كبيرة وممكن مش راح كل شيء تصير قانون، بس إن شاء الله أشياء منها تزبط معنا. أوكي طبعاً أسئلة كثير دا تجينا بالكومنتس، بس اللي أحب اللي دا أشوفه إنه عن قوانين اللاجئين، عن أعداد اللاجئين اللي دا تكثر، شو وقت يوصلون. مثل ما قلنا هي القرار أوردي يتوقع، فيعني شغلة وقت إن شاء الله إنه يبدون اللاجئين يقدرون يوصلون. والشيء الثاني اللي حابة أقوله إنه في two types of refugees، أكثر الناس من يعني يمكن حتى بالمصطلح يغلطون، في اللاجئ اللي هو إحنا نقول اللاجئ اللي هو من بلده الكيس مالته عاملة، بس في ناس asylum seekers إنه هو من يدخل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن يدخل عن طريق الانترناشنال ستدي أو يدخل عن طريق الفيزا السياحية أو أي نوع فيزا، وبعدين يطلب انه يكون يصير اسايلم ويطلب لجوء من داخل البلد. فشيء اثنين مختلف. وجتني اسئله كثيره انه اذا انا اسايلم، اذا انا كنت مع فيزا معينه داخل البلد، فيزا سياحيه او فيزا دراسه، وكنت مقدم على اسايلم كيس واي يعني وسديت الكيس لانه احتاجت ارجع لبلدي، هل بعدين بعد فترة أقدر أرجع كفيزة سياحة أو أي نوع فيزة؟ هل مسموح لي أو لا؟ من هاي من ضمن الأسئلة اللي جتنا. So طبعاً هالسؤال مش سهلة نجاوبكم yes or no. هالجواب هي لهالسؤال ما تزبط. أول شيء لازم نفهم شو هي طلب اللجوء. أوكي؟ يوم واحد يطلب لجوء من جوا البلد يعني مقدمين النية إن حابين تسكنوا يعني تسكنوا هون بالبلد وفكرة هجرة. طبعاً وعندكم خوف في بلدكم ما فيكم ترجعوا على بلدكم وتحلفوا يومين ويوم توقعوا على الورقة وتحطوها بالبريد، معناها أنتم ماخذين يعني شهود إن كلامكم صح. أوكي سو هاي كتير two points من لازم نفهمها عشان يوم بنروح على الموعد بالسفارة ما في يعني بيطلع لكم حق تتقدموا على فيزا سياحة، مش رايحين يوقفوكم من الطلب، بس بدهم يطلعوا إذا عندكم النية هجرة ولا لا.
طب إذا رحتوا على أمريكا قبل، قعدتوا سنتين ثلاث طلب لجوء، حكيتوا لنا إن ما خايفين ترجعوا على بلدكم، رجعتوا على بلدكم، الثاني سؤال راح تكون طب إن عندكم خوف في بلدكم ولا لا؟ وين المشكلة؟ كيف عشتوا بالعراق وبسوريا بفلسطين بدون مشكلة، وهلأ جايين مع فلوس وبدكم تطلبوا فيزا سياحة وما عندكم مشكلة؟ طبعا واحد لازم يكون جاهز لهالأسئلة، عشان ممكن إذا واحد يتخبص أو يكذب بالموعد خلص، يعني المستقبل راح يتسكر عليه بالنسبة لأمريكا. Alright, so هذه الأشياء لازم تفهموهم بالسفارة. طب ليش قدمتوا الطلب اللجوء؟ وممكن تحكوا لكم ولا الحرب خلصت، يعني صارت أحسن الأمور، سحبنا الطلب ورجعنا على بلدنا والحمد لله كل شيء خير، وبحابب أزور أهلي مثلا. So يعني ما في موقف ممنوع تقدموا على طلب سياحة، بس يعني راح تكون صعب بالنسبة لي. In my opinion it's going to be difficult. طبعا صحيح، هي فيزا السياحة أصلا يعني من يقدم الواحد فيزا السياحة حيحاولون يشوفون إنه هذا الإنسان مستقر بحياته ببلده، ويطلع فيزا سياحة حتى يعني يرتاح نفسيا أو عقليا أو يزور أحد معين ببلد ثاني، فلازم إثباتات إنه أنت عندك عمل أو عندك سكن أو 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 في شخص أو عندك مبلغ كافي حتى لما تروح فترة من الزمن يكون عندك مصرف كامل لهذه الفترة. ففعلا يعني فيها شروط كلش طويلة. بالضبط 100%. لو واحد بده يطلب فيزا سياحة، الحق المسؤول عليكم الطلب، انتو تفرجيهم عندكم علاقة ببلدكم. Hey, can I get the charger? The battery is dying. So لحظة شوية، لما يخليني أحط اللابتوب قبل I get disconnected. So you can put it here. So هاي كتير مهم تأكدوا إن كل شيء جاهزة وواضح، ما تخبصوا وسووا مشاكل. في سؤال محمد حسني، ما بعرف إذا السؤال أنا فهمته صحيح، بس اللي فهمته إنه إذا واحد يمكن فيزة الزيارة عنده هل تلغى معاملة الهجرة؟ أصلاً هم ما حياخذون فيزة الزيارة، يعني ما حيستقبلوها، يعني أول ما يشوفون عندك ملف للجوء أصلاً ما حياخذون فيزة الزيارة ولا حيشوفوها، بس مجرد إنه أنت you're gonna waste your money and time. يعني أنت إذا already عندك asylum case، يعني انا ما انصح انه تقدم فيزا زياره، لانه حيشوفون انه انت اوريدي عندك طلب لجوء، فصعب انه حتسوي فيزا سياحه. هي مثل من اسمها فيزا سياحه، يعني انت رايح سياحه، يعني اذا انت رايح لجوء يعني انت طالع ومطرود من بلدك، او يعني في حرب او في تهديد، فلهذا انت طالع. يعني اثنين شيء مختلفات، وواحد ما له علاقه ما له علاقه بالثاني. يعني كل شيء يعني حسب الوضع. مثلا إذا واحد كان طالب لجوء مثلا من الإخوان بمصر، alright، تغيرت الحكومة بمصر وبعدين سحبوا الطلب، وفيهم يفرجوهم كل هال يعني التاريخ اللي صارت بالضبط، عشان هيك رجعنا على بلدنا، عشان هيك كان طالبين اللجوء، ممكن. بس لسه كتير صعبة، عشان مشكلة الفكرة، يعني النية، طلبتوا شغلة هجرة وهلا طالبين زيارة. So this is a lot of يعني hurdles that you're going to face. Okay. بس ما there's في شغلة قبل ما نجاوب كمان أسئلة بالكومنتس، حبيت أحكي معاكم عشان كتير مهمة و very important للناس اللي موجودين بفلوريدا. Okay. يعني ب 2020 السنة اللي فات فلوريدا حكت إذا يعني ما عندكم طلب بالحجرة وانتوا بالمحكمة او ما في موعد للمحكمة، ما بيطلع لكم حق يطلعوا رخصة السواقة. سو في كتير ناس كانوا بالمحكمة الترحيل، بس عشان المحكمة مسكرة ما عندهم موعد، سو ما كان يطلعوا لهم رخصة السواقة، والحق مش عليهم طبعا، المحكمة مسكرة عشان كورونا. سو كان الناس مستكين بدون رخصة السواقة. قبل يومين
مغيرينها بس بدكم تفرجيهم notice of hearing يعني في موعد بالمستقبل أو مش ضروري تفرجيهم طلب. So this is كتير يعني راح تساعد كتير ناس في المستقبل. لسه في شوية أشياء بدنا زيادة عشان في كتير ناس قاعدين بدون رخصة سواقة. بس إذا واحد هلا موجود بمحكمة الترحيل عندهم قضية بالمحكمة وما عندهم رخصة سواقة هلا راح تصير أسهل يطلبوا رخصة سواقة من الولاية فلوريدا. طبعا كل ولاية القانون تختلف من ولاية لولاية بالنسبة لرخصة السواقة. لازم تعرفوا القانون الحجرة هي federal so نفس بكل ولاية. بس when يوم تيجي على driver's license state benefits كل شيء كل المتطلبات تختلف من ولاية لولاية. So هذا كثير حلو المعلومة. وبنفس الوقت أنا بس حبيت أنه to reset the room. أول شيء طبعاً أكثر الأسئلة اللي نحاول نجاوب عليها هي أسئلة لناس داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والغرض من عندها حتى بمكان ما يروحون ويدفعون consultation fee واللي هي مو رخيصة عند أي محامي، نحاول نجاوب بنص ساعة على قدر الأسئلة اللي نقدر نجاوب عليها بوقت قصير. أي نوع لجوء وانتم من خارج البلد، احنا كل اللي نقدر عليه من داخل البلد هنا انه نساعد نوصل الاصوات، وبنفس الوقت نمرر قوانين او نساعد قوانين تتمرر تساعد اللجوء والهجرة. بس اكثر من هذا ما نقدر. بما انه في سؤال اجها، طبعا اكثر الاسئلة رجاء اللي يسأل عندنا لينك رابط تخلون سؤالكم بي، والسؤال حيكون محمي، ما حد حيشوفه غير أني والمحامي، ولا نحاول نذكر منو الشخص اللي سأل السؤال أو هويته. السؤال اللي جاي هو طبعاً اللي إحنا حنحكي به اللي دائماً يجينا عن فيزا الزواج وفيزا الخطوة، أصلاً واحد إنسى سأل. ما رح عليكم هاي السؤال تجينا كل أسبوع وكل شهر. يعني ما شاء الله يعني الكل تتزوج. طبعاً تجيني أكل شيء 5 مرات بكل أسبوع بالمكتب، وما شاء الله 15 مرة على الفيسبوك لايف. الحسب so لازم تعرفوا كيف تشتغل مكتب الحجرة. يوم واحد بيطلب لم شمل للزواج مثلاً مرته أو جوزه وهم بغير بلد، بيقدموا الأوراق بتكساس. نفس الطلب الخطوبة، طلب الفياتة بتروح على تكساس، بس مش معناها راح تكون processed بتكساس. بيوزعوهن على مثلا نبراسكا، كاليفورنيا، فيرمونت، تكساس، وكل مكتب عندهم average processing time تتلف من بعض. So إذا بخدكم القضية راحت على كاليفورنيا راح تصبروا سنة أو سنة أو نص لم شمل للزواج أو خطوبة، ممكن فرق بينهم 2-3 شهور. بتكساس أسرع كتير، ممكن 6-7 شهور بتطلع لكم الـ يعني النتيجة الـ results عن الطلب المشمل. بس كمان في تكساس الفرق 2-3 شهور، الخطوبة أسرع 2-3 شهور من الطلب الزواج. بس لازم تفهموها إن يوم واحد بيسأل على البلد مع فيزا خطوبة مش مخلصين من نظام الهجرة ومن procedures. لازم تزوجوا تقدموا على green card، وبدكم كمان أكل شيء 3-4 شهور. So دائماً بالنسبة لي تطلع نفس الشيء right؟ بس لازم نفكر شو راح تكون أسهل أو أفضل. إذا واحد متزوج الـ evidence يعني المتطلبات بتكون أسهل، نفرجيهم في عقد زواج بينك وبين المدام whoever it is right؟ بس يوم في فيزة خطوبة لازم نفرجيهم شفتوا بعض بآخر سنتين، عندكم النية تزوجوا بس يسألوا، وبعدين لازم تكون روحوا على موعد بأورلاندو أو جاكسونفيل مثلاً عشان تأخذوا الجرين كارد. بس يوم نعمل لم شمل من طريق زواج بس تسألوا البلد راح تكون عندكم الجرين كارد. وطبعاً بتوفروا فلوس رسوم حكومة وفلوس من تعب المحامي. So طبعاً إذا مش ناويين ومش عارفين 100% if حابين تزوجوا، أنا مش رح أحكي لكم تزوجوا، بس إذا متأكدين بالنسبة لي أسهل تكونوا طريق الزواج. بس كل واحد زي ما حكيت قبل وكل جواب وكل محامي دائما بنحكي نفس الشيء، حسب على الوضع، حسب على الناس اللي موجودين بالقضية، على حياتكم، على تاريخكم. سو لازم طبعا قبل ما واحد يخذ موقف يحكي مع محامي
إذا مش معي ما في كثير محامية بفلوريدا شاطرين، بس خذوا قرار محامي عشان هم هاي شغلنا طبعا، وبدكم كل زي ما حكيت كل وضع تختلف من الثاني. سو إذا كان في زواج قبل أو كيف واحد أخذ الجنسية، كل هالأشياء بتأثر على الطلب. سو يعني ديروا بالكم يعني، وما تركزوا بس على الثلاث شهور رايحين تكسبوها بالوقت، لازم تفكروا بالفلوس وشو راح تكون اسهل، وشو راح تكون يطلع لكم الجرين كارد يعني موجوده بدون مشاكل. سو هاي الجواب طويله لو هالاسئله اللي بتجينا كل اسبوع. سو ان شاء الله بتكون واضح هالمره. يلا وان شاء الله دائما تجي هاي الاسئله، يعني معناها دائما الناس عندها افراح وان شاء الله نقدر نساعدهم بهذا الموضوع. طبعا انت مثل ما قلت انه الزواج حيكون عنده جرين كارد، حيجي للبلد هو معاه الاقامه، لكن الفيانسي فيزا في اختلافات. طبعا وهذا السؤال مو مره ومرتين يجي، اني دائما يسالوني شنو نصيحتك. بصراحه اني انصح انه اذا فيزا زواج او فيزا الخطوبه انه تقعدون ويا محامي وتناقشون كل القضيه قبل ما تبدون باي معامله، لان بصراحه بعدين يجوز الاشياء تتغير، المحامي حيعرف شنو يسال وشنو الاشياء اللي حيطلبها من عندكم من البدايه. وطبعا في ناس بيتصلوا فينا على المكتب حابب اجيب خطيبتي او بدي اروح اعمل لم شمل طريق زواج، بس ما فيني اسال اروح على عمان، ما فيني اروح على مصر، ما عندي وقت من شغلي. طبعا جاوبت انتوا ما عندكم حل، رايت؟ الحل راح تكون طلب فيانسي خطوبه. So لازم you know you have to look at every situation to be sure. بس ما do you see anything else in the comments that you would like to get to? Yeah, I think أكثر الأسئلة هي عن اللاجئين، وإن شاء الله ممكن نعمل لايف خاص بس على موضوع اللاجئين. بس بصراحة اللي أحب أقول لكم إياه إنه أي خبر جديد فيما يخص اللاجئين إن شاء الله دائما أخليكم على تواصل، إن شاء الله دائما أنشره. لكن من الأخبار الحلوة اللي حابة أشاركها إنه الشهرين الماضية بدينا حملة وطنية اسمها الـ Opportunity for All، اللي هي الفرصة للجميع. الحملة وطنية والقادة تبع الحملة هم كلهم من اللاجئين القدماء اللي ساكنين في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات، واللي الآن هم منظمين في ولايات مختلفة، وقسم من عندهم they are already in the office. فإحنا الغرض من الحملة تبعنا إنه نرفع أصواتكم ونوصل رسائلكم ونوصل معاناتكم للحكومة الأمريكية. قسم من عندهم قالوا إنه with SIV cases واللي هي special immigrant visa، يعني إحنا we advocate to all the refugees. بس طبعاً ال special immigrant visa بسبب إنه تعاونوا مع الحكومة الأمريكية في أفغانستان والعراق، طبعاً إحنا دائماً نذكر قصصهم ونشاركها. يعني إن شاء الله all the time إحنا we advocate for you and we lift your voices. Yeah, so I mean. بس بدي احكي لكم شغله like good news. بالشهر فبراير يعني اكثر شهر بالسنه عملنا سبعه يعني امريكان جديده كلهم نجحوا واخذوا شهود من مكتبنا، وكمان اذني اربعه او خمسه ماخذين الجرين كارد. سو واضح انها مكتب الحجه رجعوا يشتغلوا وبدهم يسرعوا الامور. سو اذا استنيتوا فتره طويله ان شاء الله الموعد تبعتكم جاي يعني مستقبل قريبه. وإذا عندكم أي أسئلة مرحبا بكم، تتصلوا فينا بالمكتب. ودائما بطلب منكم subscribe to our YouTube وفيسبوك. إذا عندكم أي أسئلة دائما عندنا كتير فيديوز على يوتيوب، ممكن عندكم سؤال بالنسبة لفيزا استثمار أو E2 EB5، عندي فيديوز موجودين على الويب سايت وبالفيسبوك كمان. في ما بعرف إذا عندنا وقت لكم سؤال. واحد سأل على لم الشمل، إذا واحد عنده already قضية لجوء بس أخوه في ولاية سياطل حابب يقدم له لم شمل، هل لم الشمل حتأثر على قضية اللجوء أو يختارون واحد من عندها حتى يجيبه؟ So إذا واحد عنده طلب لجوء وخيب صار من جديد جنسي ما يأخذ مجنس أمريكاني، ما في مشكلة يقدم لك لم شمل. طبعاً مش راح تتأثر على طلب اللجوء. بس بدي يعني أكون واضح معاكم،
ما بيطلع لكم أي حق من هالطلب اللمشمل. في كتير ناس بيفكروا عشان خيي طلبني لمشمل أنا قاعد كنوني بالبلد. مش هيك. It's not like this. Okay. So طبعا إذا عندكم طلب لجوء أو ماشية بتستنوا للموعد خليه يقدم الطلب اللمشمل. ممكن يعني إذا صارت شيء بهالكنون مع من بايدن ممكن تساعدنا بالمستقبل. ممكن يعني تطلعنا غير حل. بس مش راح تتأثر على طلب اللجوء. بس في نفس الوقت إذا واحد أجى فيزا سياحة ودائما بشوف هالغلطة. أوكي ناس بيجوا فيزا سياحة أختي أمريكانية طلبتني لم شمل وأنا قعدت 5 سنين بدون أوراق ما في مشكلة مزبوط؟ نو no, مش مزبوط خلفتوا على الوقت الطلب اللم شمل ما بيطلع لكم أي حق تكونوا قاعدين بالبلد ما بتعطيكم اي status. So الله يخليكم ديروا بالكم. Please be careful. I always tell that to people. Don't go to an attorney when it's too late. يمكن انت جاوبت هسه السؤال بس اعتقد هو مثلا عايش ببلد ثاني فيعني هو موش في امريكا يعني عايش في بلد ثاني وعنده قضية لجوء ولكن بنفس الوقت اخوه في ولاية سياتل حيقدم له لم شمل. هل هذا الشيء حيأثر على قضية اللجوء؟ قضية اللجوء هم برا امريكا؟ أو لجوء من أمريكا with the United Nations خارج with United Nations مش راح تتأثر. ممكن إذا أخذت يعني status لاجئ من United Nations ممكن بحطوكم بأمريكا عشان عندكم أهل مثلا so بس مش راح تتأثر على الطلب. أوكي والسؤال اللي بعده اللي إجى على فيزة الهجرة للأم قديش تاخذ وقت إذا تكون عن طريق الأبناء؟ بأورلاندو من شايفين طلب الجرين كارد إذا يعني حوالي 10 شهور سنة لتطلع للجرين كارد أو موعد للجرين كارد. بس طبعا كل مكتب تتلف من الثاني حسب وين عايشين ساكنين شو هي الوضع شخصيا and to see everybody's case is different. Okay. في واحد سأل على عنوان المكتب إذا حابين تشاركوا. This is mubaraklaw.com. Our phone number is here. واحنا موجودين بداونتاون اورلاندو. اذا بتحبوا تعملوا جوجل سيرش you can see our office و our reviews يعني. So let me know اذا عندكم اي سؤال فينا. ما طبعا ما we بنعمل كل شيء on Facebook live بس اذا حابين موعد او واحد يعني a personal consultation we have a fee بس we reduce it in advance. So if you have any questions, let us know. في أسئلة كثير بس إن شاء الله على الشهر المقبل حاولوا ترسلوا أسئلتكم على الرابط اللي شاركناه بالكومنتس حتى نتأكد إنه أسئلتكم تجاوب عليها بالشهر الجاي إن شاء الله. شكراً جزيلاً. You have a wonderful night and I'll see you next month, okay? Thank you, إن شاء الله. Bye-bye. سلام. أهلاً.